Hallelujah, to Yahweh! ونحن نرفع جلال بتاعنا الان نحن ماشيين ومتاكدين انه نحن ندافع عن السلام نحن موجودين اليوم في جوبا ليس دفاعا عن جوبا فحسب انما الدفاع عن السلام الذي بادرت حركه استغلال جنوب السودان في تحقيقه مع حكومة الإنغاذ. In fact, we have so many displaced in Juba, over 9,000, and we are sorry that we are left to struggle with these people.